كيف أعرف أن هذا الفلاش أصلي أو لا؟ يعني هل هو من شركة توشيبا؟ يعني أنتم بتشوفون بالغلاف هنا توشيبا، بهذه الطريقة تقدر تعرف أن فلاشك هل هو تقليد أو أصلي. خلونا نشوف. أول شيء نقوم ندخله على اليو اس بي. أول شيء نحمل هذا البرنامج، طبعا رابط البرنامج موجود بالوصف، نفتح عليه. نعم، كما تلاحظون أعطاني هنا اسم الشركة توشيبا، هنا توشيبا، وهو هل المنفذ 2 ولا 1 محطوط، يعني 1. تمام، نفصل فلاشة، تلاحظون راحت. نشبك الفلاشة منفذ اليو اس بي، تلاحظون هنا الفلاشة أصلية 100%. تمام، الآن بوريكم فلاش آخر من شركة كينغستون ونشوف وش يعطينا. نفصل الفلاشة توشيبا، تمام راح. الآن نشبك الآن فلاشة كينغستون، أعطاني البرنامج كينغستون وسرعة النقل 2. وبس، هذا نهاية المقطع، يعني معناته الفلاشة أصلية 100% من نفس الشركة.